أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من الحوار الاقتصادي، والتي نبحث بها اليوم حول موضوع الزراعة السورية وتنمية هذه الزراعة في سوريا. ما هي الآفاق لتطوير الزراعة السورية؟ وهل فعلا نحن في سوريا اليوم نعمل على هذا التطوير؟ هل وزارة الزراعة بشكل يعني أو بآخر تعمل على هذا التطوير مع يعني شركاء من الحكوميين؟ هل هناك، شفنا نحن بالفترة الأخيرة يعني حراك منقطع نظير لوزارة الزراعة فيما يتعلق بمبادرة لتوزيع الغراس المثمرة، وأيضا يعني إعطاء لون حضاري لسوريا من ناحية توزيع هذه الأشجار، ويعني رفض الفلاحين أو القرى أو المدن حتى أو يعني الحدائق الخاصة أو العامة بالأشجار المثمرة. تم توزيع أكثر من 2 مليون شجرة مثمرة بهذه المبادرة. أيضا في عنا مواضيع نتحدث بها عن الزراعة، وهي عملية يعني المحاصيل الزراعية وكيفية اليوم ترتيب الخطة الزراعية في سوريا. هل فعلا اليوم تلتزم وزارة الزراعة بالخطة؟ نحن بنعرف بالفترة السابقة بأول استلام المهندس حسان قطنة لموضوع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، كان في عمل ملتقى زراعي، وكان هذا الملتقى يعني بكل أبعاده ضم كل الأطياف اللي تتعلق أو بالأسرة الزراعية من اتحاد الفلاحين وغرف الزراعة ومديريات الزراعة ووزارة الزراعة، كلهم اجتمعوا وقتها بهذا الملتقى وطلعوا خطة زراعية. بدنا نشوف انه هاي الخطة فعلا يعني التزموا فيها وزارة الزراعة، هل كان في هذا الالتزام الحقيقي؟ طيب اليوم في ايضا هواجس للناس حول موضوع الزراعة في سوريا، حتى اليوم الحرب الروسية وأوكرانيا، اليوم أيضا في هواجس أنه نحن كنا نستورد القمح من أوكرانيا أو من روسيا، هل عنا هذه اليوم القمح يكفينا في سوريا؟ هل عنا استعدادات لهذه الحرب؟ هل الوضع الزراعي في سوريا والثروة الحيوانية إذا ما حكينا عنها كمان اليوم، هل عنا اكتفاء ذاتي؟ الألام مواضيع كتير كبيرة بالزراعة، ودائما نحن يعني بالحوار الاقتصادي بقناة سما نتوجه لموضوع الزراعة لأنه هو أساس اليوم يعني كل القطاعات. ما دام نجحت الزراعة عنا في سوريا تنجح كل القطاعات وبصير عنا وفرة، لكن هذا ما بيعتمد يعني دائما، في ناس إذا حكينا عن الزراعة بتعتمد أنه وزارة الزراعة هي المسؤولة، لا، هي وزارة الزراعة وشركاء من الحكوميين وكل القطاعات، الموارد المائية، وزارة الاقتصاد، وزارة التجارة الداخلية، وزارة الزراعة إلى آخره، والحكومة والقرارات الحكومية، حتى نوصل اليوم لقطاع زراعي ناجح. اجتنا كثير من الاستفسارات اليوم حنتعرضها، لكن خلينا نشوف هذا التقرير ومن ثم نعود وإياكم مع ضيف هذه الحلقة. شهدت 2022 عددا من المشاريع البارزة في القطاع الزراعي، منها إنجاز 77% من المساحات المخطط زراعتها بمحصول القمح بعد انخفاض إنتاجية المحصول إلى نسبة قياسية في العام الفائت، وكذلك كان الإعلان عن توزيع أكثر من 1 مليون غرسة مجاناً وبيع بعض أنواع الغراس المثمرة بأسعار مخفضة. 3 نخلات وسروتين، السرو بيطلع بخايم والنخل بيطلع تمر. بدنا زيتون، بدنا جوز، بدنا مشمش، بدنا كل شيء، تزرع الغوطة من أول وجديد. غرسات نستعملها هي أكثر شيء الجوز والمشمش، ولا شو اسمه، ولا الجوز والمشمش أكثر شيء هذا بالبلد. لأنه هذا ما يعني هذا كله هذا ما بيشتغل عنا لأنه بده منطقة حارة. هاي الغراس من أكثر الغراس ملائمة للمناخ في الغوطة، لا سيما الغراس الحراجية اللي عم نشوفها، السرو والصنوبر. الهدف الثاني منه والأساسي هو إعادة القلق للغطاء النباتي للغوطة، التخفيف التكاليف المادية والعناء على الفلاحين نتيجة إيصال الغراس للقرى. تجينا لهم ما كان فيها شيء، شوف البركة فيها حور، فيها مشموش، فيها جارنك، فيها جوز، فيها درائم، فيها كل شيء. في مشمش وجوز أكثر الكل هون مطلوب، والكل بيرغب إنه يكون في توزيع غراس مثمرة لحتى يغطوا الشيء اللي راح طبعاً بالغوطة. في المقابل تواجه القائمين على الملف الزراعي تحديات عديدة، خصوصاً في ضوء مستجدات العملية العسكرية في أوكرانيا، صعوبات تضاف إلى جملة من المعوقات التي يعاني منها العاملون في هذا القطاع، والتي تتجلى في ضعف الدعم بمستلزمات الإنتاج وضعف القدرة الشرائية والعوامل المناخية، وكذلك معوقات التعبئة والتغليف والنقل الداخلي. بحاجة السماد نحن،
وبحاجة كمان مشان الثروة الحيوانية. عنا الأعلاف يعني غالية بشكل عام للفلاح عنا هون. أول ما رجع الفلاح رجع مشان اشتغل بالثروة الحيوانية اللي كان أبقار أو أغنام، عرفت شلون؟ بقى نحن بأمس الحاجة إنه للأعلاف، وبأمس الحاجة منوجه نداء للجهات المعنية يعطينا قروض للجمعية لنحسن نستجر مادة العلف ونقدمها لأخ الفلاح. مي والمازوت، نحن مي بدنا غطاسات أبيار، مي كلها ناشفة عنا ما عنا. نحن بنتمنى على شو بدنا نجيبها؟ ما في دعم مادي، ما في. نحن بنتمنى يدعمونا بهي كتراكتورات جرارات، هي بنتمنى ترجع مثل أول وجديد. بدنا تدعمونا شوي بالمازوت والطاقات وهيك شغلات، ابار شويه، بدنا شويه المازوتات لتكون، مشان انه هلا النهر الاماشي له كم يوم بعدين بيتطيح، اذا ما دعمتونا رح يتيبس. المواد الزراعيه غاليه والبذورات غاليه والمي تقريبا هلا الحمد لله اجت لعنا المي والحمد لله. في هذا السياق اتخذت قرارات اعطت القطاع الزراعي اولويه تخطيطيه، كان منها الاعفاءات الضريبيه في قانون الاستثمار الجديد والتي تجاوزت تلك الممنوحه للقطاع الصناعي، الى جانب التسهيلات الائتمانيه واجراءات مكافحه الفساد التي اعلن عنها وزير الزراعه امام مجلس الشعب منذ اشهر. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، ونرحب بضيف هذه الحلقة المهندس حسان قطنة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي. أهلا ومرحبا بك سيادة الوزير. أهلا بكم وسعد الله مساءكم. خلينا يعني سيادة الوزير، نحن متعودين دائما على تكون ضيف عنا بالحوار الاقتصادي لأهمية الزراعة، ويعني حضرتك متجاوب مع كل يعني طروحات الإعلام وكل هواجس الناس، بقى نحن اليوم بدنا نكون يعني أكثر شفافية مع الناس حتى نوصل لهم الرسالة الحقيقية موضوع الزراعة. أنتوا بالفترة السابقة يعني وعند استلامكم لوزارة الزراعة صار في ملتقى، الملتقى الزراعي، وهذا الملتقى فعلا جمع كل الأطياف، وكان يعني اليوم في خطة واستراتيجية لوزارة الزراعة بعملها. هل تم تنفيذ خطة وزارة الزراعة من الملتقى إلى اليوم؟ وهل الشركاء كانوا متضامنين مع وزارة الزراعة لإنجاح هذه الخطة أم لا؟ شكرا لكم. هو عمليا يعني القطاع الزراعي دائما هو القطاع الرائد في هذه البلاد، لأنه هذه البلاد هي بلاد زراعية، ونعتني كلنا يعني كالحكومة مجتمعة تهتم بهذا القطاع. عندما انطلق ملتقى القطاع الزراعي كان الهدف منه هو توحيد الجهود وتوحيد الآراء في طريقة قيادة القطاع في المرحلة القادمة. لذلك عندما درسنا مع كل الأطياف وكل الفعاليات وكل الاتحادات والوزارات وكل الجهات المعنية واقع القطاع الزراعي في فترة ما قبل الحرب وتقييمه، ثم خلال فترة الحرب وما اتخذ من سياسات وإجراءات بديلة، ثم انطلقنا بسياسات بديلة نستطيع من خلالها أنه نرصد كيف يمكن أن ندير المرحلة القادمة حتى عام 2030، ما هي التوجهات الرئيسية، ما هي المشاريع الرئيسية التي يجب أن نركز عليها، كيف يمكن أن ندير القطاع في كل محافظة وليس على المستوى الكلي، كيف ننظم الخطة الإنتاجية الزراعية، كيف ننسق ما بين القطاعات. أهم شيء من ما صدر من نتائج عن الملتقى، أول شيء هي توحيد الرؤى، توحيد الجهود، وضع خطط وبرامج زمنية واضحة ما بين الوزارات لمجموعة من البرامج التي أخرت خلال هذا الملتقى ضمن برامج زمنية واضحة، ويمكن من خلالها أنه فعلا يكون في تدخل مباشر بالقطاع الزراعي لتحويله إلى قطاع منتج، لتحويل الريف إلى نقطة جاذبة للاستثمار الزراعي، لتوجيه القطاع الخاص ليكون شريك حقيقي مع الحكومة في إدارة هذا القطاع. لأننا في المرحلة السابقة دائما كنا نخطط، وعندما نضع الخطة الإنتاجية الزراعية نضع هذه الخطة ونضع مستلزمات تنفيذها من مستلزمات إنتاج، كيف يمكن أن ندير الخطة بدورات زراعية نمطية حتى نضمن استمرار خصوبة التربة، ومن نفس الوقت تأمين احتياجات السكان من الغذاء من المحاصيل الاستراتيجية وما إلى هنالك، وتحديد كيف يمكن أن نسوق الإنتاج. هذه الخطة الإنتاجية الزراعية التي كانت تضع الوزارة كانت تضع لنفسها ماذا يجب أن تفعل، والقطاعات الأخرى الوزارات الأخرى ماذا يجب أن تفعل، لكن القطاع الخاص كان دائما يعني يكون يدير
تأمين مستلزمات الإنتاج من خلال ممارساته اليومية، أنه هناك بعض التجار الذين يقومون بتداول مستلزمات الإنتاج واستيرادها. أحد مخرجات الملتقى القطاع الزراعي هو كان يجب أن يكون لدينا خطتين، خطة تقوم بها الدولة تعرف هي ماذا تريد أن تؤمن وكيف يجب أن تؤمن مستلزمات الإنتاج وتسوق المنتجات، وأيضا يجب أن يكون هنا خطة للقطاع الخاص، هذا القطاع الذي يجب أن يكون شريك حقيقي مع الحكومة في توفير مستلزمات الإنتاج من الأعلاف ومن الأسمدة ومن المبيدات ومن البزار وأيضا في نظام التسويق. ووضعنا مجموعة من المخرجات التي يجب أن تطبق، يعني يجب أن يكون لدى القطاع الخاص شراكة في إقامة مشاريع مثل شركات تسويق منتجات زراعية، يجب أن يكون لدينا هناك محاصيل استراتيجية تتولاها الدولة اللي هي دعما بمستلزمات الإنتاج وتسويقا وغيره مثل القمح والشعير والقطن والشوندر، لكن باقي المحاصيل هناك أيضا محاصيل استراتيجية خاصة بكل محافظة، يجب أن تكون هذه المحاصيل هي من المحاصيل الداعمة للبعد التنموي والاقتصادي في كل محافظة. وبالتالي كان هناك خطة واضحة، هذه الخطة بدأنا بتنفيذها. أول ما صدر قانون الاستثمار طرحنا 17 مشروع كانت واردة ضمن برامج الملتقى القطاع الزراعي ضمن قانون الاستثمار، وأصبحت هذه المشاريع معروضة للاستثمار، شيء منها بيخص الأبقار، شيء من الأغنام، شيء بالأسماك، شيء بالتسويق، شيء بيخص إقامة معامل عصير للحمضيات وغيرها، شيء بيخص موضوع الصناعات الغذائية، شيء بيخص موضوع التنمية المتكاملة للأسر الريفية. لدينا أيضا في مجال آخر هناك مجموعة من التدخلات والمشاريع اللي عرضناها حاليا مثل إقامة المزارع السمكية في الأحواض المائية سواء الداخلية أو البحرية، هناك مشاريع تتعلق بموضوع الأعلاف، في مشاريع تتعلق بموضوع الدواجن وتأمين اللحوم إلى آخره. فعمليا الملتقى هو كان عبارة عن خطة متكاملة للحكومة وللقطاع الخاص، خطة الطريق لننطلق وانطلقنا. طيب تحدثت موضوع هام هو الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. طيب إذا ما تحدثنا اليوم أنه هل يقوم كل من القطاع العام بواجبه أو يقوم القطاع الخاص بواجبه؟ اليوم عم نشوف مثلا وزارة الزراعة عم تعمل مبادرة للغراس، عم بتحاول تعمل شيء اسمه الزراعة التنموية في سوريا، وهذا يعني من حق الطبيعي. طيب بالجهة الثانية منشوف أنه عم بيشتكي القطاع الخاص أنه أنا ما عندي مستلزمات إنتاج اللي لازم القطاع العام يوفر لي إياها، إن كان من الأسمدة وإن كان من الموارد المائية، أو يعني اليوم بتعرف شو هي المستلزمات. نعم. أنه لازم يوفر لي إياها القطاع العام حتى أنا أشتغل بالقطاع الخاص. طيب هاي العلاقة وانسجامها اليوم كيف تشرح لنا إياها حتى توصل المخرجات للمواطن السوري؟ أنه اليوم ليش مثلا تغلى أسعار الخضار والفواكه بتلاقيها صارت عنا مشكلة مثلا بسوريا؟ إذا ما تحدثنا عن هذا الموضوع أنه شو دور كل قطاع، يمكن يبين معنا أنه شو الأسباب اللي عم تعيق يعني ظهور الأسعار الحقيقية للخضار والفواكه في سوريا. نحن عمليا المفروض نحن نتشارك بكل شيء، الحكومة تقدم ما لديها والقطاع الخاص يجب أن يقدم ما لديه كقطاع تجاري، يعني كتجار وكاتحادات، اتحاد فلاحين واتحاد غرف زراعة، وأيضا المواطن أو الفلاح يجب أن يقدم ما لديه ويجب أن نتعاون جميعا. كيف يتم ذلك؟ يعني مثلا هلأ نحن نعرف بأن غوطة دمشق هي كانت من المناطق اللي كانت مشهورة بإنتاج قمر الدين، وبنفس الوقت هذه الحرب الظالمة أدت إلى تضرر معظم أشجار اللوزيات ومنها المشمش في غوطة دمشق، وفقدت هذه المهنة الهامة، لكن عمليا ما زال هذه المهنة عريقة وموجودة، وعم يضطروا المصنعين أن يجيبوا المشمش من محافظات أخرى لتصنيعها. نحن أطلقنا مبادرة في هذا العام، خفضنا قيمة غراس المشمش إلى 500 ليرة للغرسة فقط. 500 ليرة فقط للغرسة، ووزعنا 35 ألف غرسة على الأخوة الفلاحين اشتروها بهذا السعر وتم زراعتها. الهدف منها هو كان إحياء صناعة قمر الدين من جديد في غوطة دمشق، وبالتالي هذه المبادرة كان لها مفاعيل كتير مهمة،
والفلاحين خلال هذا الشهر خلال شهر شباط كله استلم الغراس وزرعه، وهذا له رح بيكون له نتائج إيجابية كثيرة خلال سنتين ثلاثة وقت بتبلش هذه الأشجار ترجع تعطي هذا الإنتاج اللي بيشغل معامل صناعات الأمر الدين وهي سلعة تصديرية. هل تحتاج هذه الأشجار إلى أسمدة؟ نعم. هل يتوفر لدى الدولة أسمدة؟ حاليا الحكومة بذلت كل جهدها لتأمن أسمدة، استطاعت أن تؤمن كميات لتسميد محصول القمح ومحصول الشوندر والتفاح والحمضيات، لم تتمكن من تأمين أسمدة أكثر من ذلك. لكن بنفس الوقت انتهجنا نهجا آخر، نحن سألنا نفسنا هل نستطيع أن نستورد دائما كميات كبيرة من الأسمدة سواء قطاع كحكومة أو قطاع خاص؟ هناك بدائل أصبح في العالم من الأسمدة، لدينا الأسمدة العضوية وهو أرث تاريخي موجود في سوريا، دائما كان الفلاح يستخدم الأسمدة العضوية كأحد المواد الأساسية في تسميد الأراضي. لدينا تسميد الفيرمي كومبوست الذي أصبح يعتبر من المهن المهمة جدا لإنتاج أسمدة ناتجة عن دودة الأرض وتخميرها وتحليلها وإلى آخره. هناك لدينا الأسمدة الحيوية التي أصبحت أيضا من الأسمدة المهمة جدا. طيب سيدي ليش الشكوى طيب عم بتصير؟ لأنه نحن دائما الفلاح يعني إذا في حل ليش الشكوى؟ احتاد الفلاح على استخدام الأسمدة الكيماوية اللي هي الأزوت بصيغته اليوريا أو نترات الأمونيوم أو الفوسفات اللي هو بصيغته الفوسفات اللي. هلأ نحن عمليا الفوسفات مؤمن من قبل المصرف الزراعي، لكن الأسمدة الأزوتية هناك بدائل، يجب أن نلجأ إلى البدائل، هذه البدائل يجب استخدامها، نخفف الاستيراد، نخفف سواء قطاع هون وقطع هي مرحلة حاس. توعوية يعني، ومسؤول عنها اتحاد الفلاحين مع الجمعيات كلنا الفلاحية كلنا مسؤولين. الفلاح يعرف نفسه أنه هو يمكن استغل، لكن يحتاج إلى جهد ثاني، وهو بدل ما يشتري سماد جاهز من الأسمدة الأزوتية في حين هو يحتاج إلى استخدام هذه التقانة أنه يخمر الأسمدة عنده منه، أنه يحفر جورة ويحط المخلفات الزراعية فيها ويحط لها كل زائد قليل من الأسمدة زائد ترطيب زائد تخمير، وبالتالي بتصير تأخذ جهد شهر شهرين لكن تطلع بالناتج. طيب هو يعني هذا طيب التعاون أنا هو اللي بيخلق عنده من التنمية. أنا ما أكون محل الفلاح نعم يعني بدي ساوي هي الإجراءات كلياتها، بدي بطل اشتغل بالأرض ولا بقى بدي عمر لي بزاوية الأرض بناية أو عمر لي كم طابق وبيعهم واشتغل بهي الشغلة، ما بقى بدي يعني. اليوم العوائق العمل والاستثمار بالعمل الزراعي هو مسؤولية وزارة الزراعة لتسهل على الفلاحين، وكمان مسؤولية يمكن اتحاد الفلاحين أيضا. طب كوزارة واتحاد فلاحين كيف بدنا نشجع الفلاح على العمل بأرضه؟ هلأ ثلاثة أرباع الناس عم تحاول تعزف عن العمل بالأراضي، وبالتالي اليوم يعني بيقول لك أنا العمل مرهق وشاق ومكلف وإلى آخره، طيب أنا ما عاد بدي أشتغل بالأرض، شو الحل يعني؟ هذا حل فكري كمان اليوم بدنا نشتغل عليه. هو الحل التنموي، الحل التنموي اللي هو دائما بيربط الفلاح بالأرض. الفلاح دائما الفلاح السوري أول شيء فلاح نشيط ويرغب بأن يعمل بأرضه ويرغب أن يكون رابح أيضا من استثمار هذه الأرض. أولا الحيازات أصبحت صغيرة وأصبح هناك في فعلا مشقة في الزراعة، ولكن الزراعة هي بحد ذاتها هي جهاد طول عمرها معروف أنه الزراعة هي عبارة عن جهد كبير يبذله الفلاح للحصول على إنتاج، وأي فلاح عندما يخدم أرضه بشكل كثير كبير يحصل على إنتاج وفير. هلا الفلاح المهمل بتلاقي يعني او يلي بيعتمد على عماله خارجيه او الى اخره ما بيستفيد كثير، دائما الفلاح هو صاحب الارض وقت بيستثمر بشكل صحيح وبيكون عنده منه فرصه انه يحط مستلزمات انتاج كامله يحصل على انتاج جيد. هلا عمليا هي تحتاج الى الثقافه، هذه الثقافه يجب العوده اليها لانه هيك اصل الفلاح كان ما تغير شيء، لكن في مرحله ما كان في نوع من الرخاء
صار في عندهم منا اسلوب انه ممكن نستخدم هذه الاسمده المستورده يلي بتيسر لنا وهي اسمده جيده والى اخره، لكن مع الارتفاع العالمي الكبير بسعرها اصبح مو اقتصادي انه الحقيقه نستخدمها، وبنفس الوقت البدائل موجوده، فدائما طالما البدائل موجوده خلينا نرجع لارثنا التاريخي يلي هو انه نرجع من بيئتنا، نستثمر مواردنا المتاحه من المخلفات الزراعيه، نتعب شوي صحيح والله يعطيه العافيه الفلاح، لكن مقابل هذا التعب عم يوفر على نفسه قيمة يلي هو انه يدفع قيمة هذا السماد، ونوفر على الدولة ايضا ان كان قطاع خاص ولا قطاع عام، وهي مرحلة بدنا نتجاوزها بالنهاية. هو مرحلة بدنا نتجاوزها، واصبح اصلا يعني معلش وقت بنستخدم نحن الاسمدة الحيوية إلها كفاءة إنتاجية أعلى من كفاءة استخدام الأسمدة اليوريا بشكل مباشر. طيب. الفيرمي كومبوست إلها كفاءة أعلى عندما نستخدمها للأشجار المثمرة أو الخضار، يعني هناك تخصص، ونحن بنعرف يعني هلأ نحن شوفوا إخواننا الفلاحين يلي بيشتغلوا بالبيوت المحمية كانوا يزرعوا خضار باكورية، هذه الخضار الباكورية إلى مردود، وقت إجوا لقوا البيوت البلاستيكية ذات مردود أعلى مباشرة تحولوا إلى الزراعة البلاستيكية. الزراعة البلاستيكية كانت تعتمد في البداية على زراعة البندور، هلأ بتلاقي بتروح أنواع كثيرة من أنواع الخضار التي الفلاح السوري دائما يتطور ويتقدم ويتعلم، وهو إنسان مثقف وإنسان واعي وبيعرف شو الفوائد. هلأ لحنا عم نكثف هذا الأمر، وهلأ رح نبلش في منطقة الغاب في أحد القرى كبرنامج تنموي. هذا البرنامج التنموي رح ندخل فيه اللي هو استخدام الموارد المحلية على مستوى القرية من موارد زراعية أرضية ومائية ومخلفات زراعية وحيوانات ومنتجات زراعية، رح نخلق وحدة صناعية للصناعات الغذائية، ووحدة لإنتاج الفيرمي كومبوست اللي هي الأسمدة العضوية من المخلفات الزراعية، ووحدة لإنتاج الأسمدة العضوية أيضا وتخميرها، ووحدة لتدريب الأخوة الفلاحين على مجموعة المشاريع التنموية لتدريب النساء الريفيات على تصنيع المنتجات الغذائية وإنتاج المنتجات الريفية التي كانوا يستخدموها واندثرت عمليا ما عادوا سيئة، ورح نربطهم بشركات تسويقية لحتى يتمكنوا من تسويق هذه المنتجات. هاي المبادرة وزارة الزراعة لحالها، وزارة الزراعة نحن عملنا دراسة الحقيقة لأحد القرى رح نعتبرها كنموذج تنموي. هذا النموذج التنموي بدأ من الاجتماع مع السكان، دراسة المنطقة مناخيا، تربة، طبوغرافيا، موارد مائية، موارد أرضية، نوع الزراعات، الدورات الزراعية، الثروة الحيوانية، الغابات الموجودة بمحيطها، درسنا شو احتياجات السكان، تناقشنا معهم كل واحد شو رغبته، هو ماذا يرغب، هو شو طموحه انه يساوي مشروع لحتى يرفع من كفاءته الاقتصاديه، يرفع من عوائده الاقتصاديه، ينمي نفسه، هن شو طموحهم. جمعنا كل هذه الامور هي كلياتها، برمجناها كمشاريع تنمويه، وفرنا القروض، وفرنا المدربين لننفذ هذه الدورات، وهلا الدورات بلشت في هذه القريه، لكن لن نعلنها قبل 15 شهر لانه هلا الدورات بلشت، هلا موجود بالقريه ناس عم يبنوا الوحده الانتاجيه لانتاج الفيربي كومبوست، عم يبنوا الوحده الانتاجيه لانتاج الاسمده العضويه، عم يعملوا دورات تدريبيه للنساء الريفيات للصناعات الغذائيه، جهزنا الوحده تبع الصناعات الغذائية وجبنا المعدات لها، اليوم عم نرحل المعدات لها لتصنيع المنتجات الغذائية، بعد منا رح ننسق مع وزارة الإدارة المحلية لتنفيذ بعض البنى التحتية والخدماتية اللي بحاجة إلها السكان، وبالتالي رح ندرس خلال 6 أشهر شو منعكسات الدخول إلى هذه القرية وشو حسنت من مداخلهم الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. بناء عليها رح نشوف إذا هذا البرنامج يحتاج إلى إعادة تبويب، إلى دعم أكثر، إلى تطوير بأفكار معينة. عندما ينجح هذا النموذج التنموي سندخل بكل قرية تحتاج إلى تنمية. طبعا هذه القرية يوم اخترناها احنا ما اخترناها عبثا، أول شيء درسنا المحافظة، ثم درسنا على مستوى المنطقة، ثم أخذنا 10 قرى، من ال10 قرى اللي درسناهم درسنا كل بنيتهم التحتية والحوار مع الناس، لأن هذه القرية هي الأفقر وهي التي تحتاج إلى تدخل، ونوع المشاريع اللي إذا دخلنا فيها ممكن انه تعطينا طيب نمو اقتصادي. سيادة الوزير، هذا يعد من نوع من انواع الاستثمار الزراعي اللي عم بتقوم في الدوله. اذا كان هذا نوع من انواع الاستثمار الزراعي عم بتقوم في الدوله،
شو منعكسوا على استثماره من قبل القطاع الخاص، أو أنه إحنا اليوم نجحت هاي التجربة أنه يدخل معنا القطاع الخاص بالاستثمار في هذا النموذج التنموي اللي رح نساويه؟ إحنا رح نعرضه على المنظمات بالنهاية وعلى المجتمع المحلي اللي هن القطاع الخاص. هذا النموذج التنموي رح بيكونوا المنظمات يوم 15 الشهر رح بيكونوا شركاء معنا، شركاء للحضور. نحن نفذنا كل النموذج وهو احد مخرجات مرتقى القطاع الزراعي بهي الازمه يعني. فنحن عملنا هذا النموذج، هلا رح ندخل المنظمات انه شوفوا هالنموذج اللي نحن ساويناه. هذا النموذج انتم شو عندكم مساهمات لتدعموا المجتمع المحلي في هذا المجال وهذا المجال وهذا المجال؟ شو ممكن انه نحن نطور هذا النموذج؟ اجونا خبراتكم انتم، مو منظمات ما عندكم خبرات بالدول، ما في نماذج بدول العالم، نقولوا لنا تجربتكم الدولية. نحن ما عاد بدنا المنظمات تجي تقدم لنا معونات غذائية أو تقدم لنا بعض الأمور، نحن نحتاج إلى منظمات تنقل لنا خبرة العالم إلينا. هل يوجد نموذج تنموي في دول العالم أفضل من يلي عندنا؟ أعطيني خبير يجيب لي إياه. هل يوجد فكرة في دولة ما تعطيني بعد تنموي لخدمة هذه القرية؟ جيب لي إياه، لا تجيب لي خبير محلي، الخبير المحلي أنا مستخدمه. طيب. وإلا أنا ما وصلت، لأنه أنا يوم عملت الملتقى الزراعي اجتمعت مع كل الخبراء، واجتمعنا نحن داعينا كل بيوت الخبرة في سوريا، ونحن ضلينا لمدة 7 أشهر ونعمل بهذا الملتقى لنجذب كل الأفكار اللي موجودة في سوريا. وأنا إذا بتروح لعند مني هلأ على المكتب بتلاقي عند مني بارتفاع، هذا الارتفاع من الأفكار ومن المجلدات اللي اجتني من كل الناس اللي تفاعلت معي، وهذا أنا بتشكر الكل اللي تفاعل معي الحقيقة بهالقضية. وبالتالي نحن نحتاج إلى الفكر يلي عم ننميه، الفكر يلي عم نطرحه على الأرض إنه هو فكر تنموي، وهذا الفكر التنموي هو علاقة مباشرة ما بين كل الاتحادات وكل المنظمات والمجتمع المحلي والدولة، وهو رح بيكون بالنهاية نتائجه شريكة مع التجار، لأنه نحن التسويق لن نتدخل فيه، وإنما سنربط مؤسسات تسويقية مع هذا المجتمع المحلي. تجي المؤسسة التسويقية بتقول له للمجتمع المحلي أنا أريد هذا المنتج بهذه المواصفة، وبتنظيم عقد معه، وينتج المجتمع المحلي هذا المنتج لصالح هذه الشركة يلي بتحط نموذج ريفية ونموذج أو الليبل تبع الريفية والليبل تبع هذه الشركة، ويسوق باسم تجاري إلى الأسواق المحلية والخارجية. سيادتك اليوم عم تحكي عن يعني مثل ما بيقولوا عم نحفر بالصخر حتى نحن نحول الميزان الزراعي إذا بدنا نقول نحو كل بكل معوقاته نحو الربح. يعني عم نتكيف نحن كوزارة زراعة، عم نتكيف كقطاع زراعي مع المعطيات اللي عنا حتى نقدر نساوي نحن شيء بهذا. طيب اليوم وزارة الزراعة بشكل عام من أكبر الوزارات ومن أضخمها، والمهام الملقى عليها من كل النواحي يعني اليوم مخرجاتها باتجاه المواطن السوري يعني مباشرة، ويعني إذا غلطة صغيرة بتبين رأساً وبتلاقي الأمور غير مستقرة فيها. طيب في ظل هذا الحجم من العمل اللي بوزارة الزراعة عم بتقوم أيضاً بمبادرة يعني شق طريق جديد اليوم لإضافة موارد، هل فعلاً يعني أنتوا قادرين بالكفاءات أنه تكملوا بهذا المشوار، أم أنه حيبقى يعني أنه اليوم مشروع قد لا يكلل بالنجاح لمعوقات كثيرة، مثلاً أنه القطاع التجاري أو القطاع رجال الأعمال لهم فكر معين، اتحاد فلاحين لهم فكر معين، وزارة الاقتصاد، كيف رؤيتك للموضوع؟ هل يعني اليوم سننجح بهيك مبادرات في ظل يعني أزمة حقيقية لموضوع يعني الزراعة في سوريا، قلة الأمطار اليوم، البزار، الأسمدة إلى آخره، عندكم كثير مشاكل كان من الأولى يعني بيقول المواطن أنه نتجه لها بلا ما نتجه لها الاتجاهات. أولا سياسة وزارة الزراعة ما زالت مستمرة بدعم المحاصيل الاستراتيجية وهي ماشية بخطتها. هذا الأمر لم يهمل، نحن أمننا الأسمدة وأمننا البزار بكميات كافية وجيدة، لكن نقول للكل لا، يعني نحن أمننا محصول القمح اللي هو محصول مهم جدا، أمننا كامل بزاره، وهلأ لدي رصيد أنا 29,000 طن الفلاحين ما اشتروه، موجود عنا فائض من البزار. الأسمدة أول ما صار عنا فائض عن القمح مباشرة وزعنا الأسمدة لمحصولي الحمضيات والتفاح، وكان أملنا نوزع للزيتون لكن ما تأمن معنا لأنه عملنا عدة مناقصات ما قدرنا نستورد ومعمل الأسمدة واقف.
الأسمدة الفوسفاتية أملناها لكامل أنواع الزراعات، وبلشنا بالبيع من 1/12/2021 وما زلنا مستمرين بالبيع لكامل أنواع الزراعات. نحن بسنة حرب، نحن ضمن حرب اقتصادية، نحن ضمن حرب فكرية. راح صحيح خلصت الحرب العسكرية، لكن نحن ما زلنا بحرب، واستطاعت حرب طاحنة أيضا يعني، واستطاعت الحكومة أنه تأمن كل هذه المستلزمات. هذا شيء جيد. ما زالت الحكومة توزع المازوت ب 500 ليرة، وحاليا نؤتمت المحروقات بمحافظة ريف دمشق الزراعي وحلب، وهو موجود حاليا ضمن نظام الأتمتة، وقريبا جدا صار الفلاح راح يصل على بطاقة لمحروقات القطاع الزراعي. بدك تسوي له بطاقة للفلاح انه ياخذ مخصصات مخصصات فيها. هل عم ياخذها ضمن لجنة المحروقات كمية معينة للوحدة المسارة؟ هتسوى مؤتمتة، هلا رح بتصير مؤتمتة والى اخره. وبالتالي في شغل عم بينشغل. وقت احنا اجينا قلنا قدرنا انه احنا بدنا 37,000 جرار، وفتحنا كل ايدينا لكل التجار، تفضلوا ايها القطاع الخاص استوردوا جرارات. ما حدا اجينا قلنا بعدين لانه ما حدا اجى اتبعنا اسلوب اخر، فسحنا مجال مستعمل 5 سنوات ليتم الاستيراد. تم استيراد كمية قليلة لكن ما زالت قليلة جدا. عمليا هناك يجب أن تكون هناك مشاركة من القطاع الخاص، ونحن عم نمد إيده إنه هو عم يمد إيده إنه شوي شوي رح نلتقي، ونحن رح بيساعدنا القطاع الخاص ورح، لأنه هو كمان قطاع تنموي. ونحن أصلا مبادرة يوما بلشنا فيها تبع اللي بلشنا نحكي على موقع الإعلام الزراعي وبلشنا نهيئ لهذه المبادرة، اجتني اتصالات كثيرة من القطاع الخاص نحن بدنا نشارك فيها. يعني في اندفاع من القطاع الخاص على المشاركة. نحن قلنا وقت اجينا قلنا بحاجة لأبقار 30,000 رأس بقر، ودعينا القطاع الخاص أن يستورد. هناك مبادرات حاليا، قلت غرف الزراعة بدأ بالاستيراد فهناك معناتها طالما هذا الاندفاع موجود وطالما هذه المبادرات موجودة معناتها هناك عمل. يعني خلينا ناخذ المبادرة اللي أطلقناها مؤخرا تبع الحراش. وقت اجينا قلنا نحن في العام الماضي اطلقنا عده مبادرات اللي هي زراعه الاشجار الحراجيه بالمدارس، اللي هي زراعتها بالبيوت، اللي هي زراعتها بعيد الشجره، اللي هي زراعتها من المنظمات والاتحادات، كلها اطلقناها العام الماضي. لكن لاحظت انا انه طيب نحن اطلقنا كل هذه المبادرات، اجتنا سن جفاف ما كان في مي، لكن ما هي نسبه نجاح الغراس الحراجي؟ فنحن اطلقنا هذا العام مبادره جديده، وهي اولا اطلقنا مبادره انه كل البلديات بكل سوريا اتحنا لهم فرصه انه ياخذوا غراس من عنا مجانا لزراعتها ضمن الحدائق والمنصفات وضمن الشوارع في البلديات في كل سوريا. اطلقنا فيما بعد خلال شهر شباط كل مواطن سوري يرغب بزراعة 5 أشجار حراجية في حديقة منزله أو حوالي منزله يتفضل يأخذون هدية لحتى يأخذون ويزرعون. هلأ شو الهدف منها الحقيقة؟ أول شيء نحن رح نوزع أشجار حراجية لحتى نكثف الغراس الحراجية في سوريا، لحتى نكثف الغطاء النباتي صحيح. بعد القطعيات وبعد الحرائق. حتى نحن في 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 الغابات يجينا إلنا لدوائر الحراش تبعنا إنه من المفروض أنتوا بتشوفوا أي قرية حواليها غابة فيها بحاجة لتكثيف حراجي، بتروحوا بتعينوا عمال من نفس القرية، لأنه القرية وقت أنا بعطيها رواتب لأطفال أو لشباب موجودين بحاجة لنقد، وأنا قادر أنه أحسن ما أجيب عمال من برا، لا بأخذ معين عمال من نفس القرية وبجيب غراس حراجية وبكثف حراجيا الجبال اللي موجودة أو الغابات اللي موجودة حول هذه صحيح. المناطق. لكن اجينا بالخمس غراس حراجين مجانية، لو تشوف الأطفال اللي اجوا، لو تشوف النساء اللي اجت، لو تشوف الشباب اللي اجوا، وقت بيجي عم بياخد 5 غراس، لكن هدول ال5 غراس اللي عم بياخدهم عم بياخدهم ليزرعهم ضمن حديقته، هدول مضمون نجاحهم. ليش؟ لأنه هن عبارة عن بفناء حديقة، ممكن أنه مية الشطف مية إلى آخره، يعني قادرة الأسرة أنه تصنيهم تعتني بهال. وبنفس الوقت الطفل وقت بيشوفه وبياخذ الغرسة وبيزرعها وبيحضنها وبيرعاها صار هي ثقافة. أنت عم تنمي ثقافة للسنة القادمة. لحنا السنة القادمة ممكن لحنا نوزع غراس مثمرة، ممكن نوزع غراس حراجية بكمية أكبر، لأنه لحنا وقت بيكون في شراكة بين المجتمع المحلي هي ثقافة وهي محبة. وقت بيحب الطفل الشجرة بتكبر بتكبر معه، وبنفس الوقت وقت بيشوف في شجرة قدامه منه عرف أهميتها، ظللت له بيته وهي غطاء نبات
نباتي وهي عطته أكسجين، وهي هي المعرفة، هي الثقافة، هي لازم ترجع لنا. طيب لازم تحيا بي 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 معناتها سيادة الوزير أنتوا اليوم يعني عم بتشوفوا قطاع الزراعة لعشرات السنين يعني لقدام، أنه نحن اليوم ما عم نشتغل على موضوع اليوم أخذوا الغراس، لكن تشوفوها بعد عشر سنين شو بده يصير فيها. اليوم إذا أنتوا عملنا غطاء نباتي لسوريا بكل المدن والحدائق وعملنا قرى نموذجية، شوف بعد 10 سنين شو بده يصير اليوم بسوريا. طيب إذا أنا هذا الفكر كتير رائع ولازم يعني يتنشط بدائما، لكن في عنا اليوم مشاكل وبدي أسألها فيهم لأنه باقي معنا تقريبا 8 دقائق، مشاكل بالقطاع الزراعي. طبعا. يعني مثلا أحد المشاكل الاستثمار في القطاع الزراعي، يعني في كان توجه أنه اليوم تعطوا قطع أراضي مو معروفة، يمكن هي أراضي شاغرة لناس مهجرة أو ما لها موجودة بالقطر، يعني موجودة من حمص باتجاه حلب. تمام. هناك بعض الأراضي بعض الأخوة المواطنين ما لهم موجودين حاليا حتى ما تبقى الأراضي شاغرة. طيب. فاتجهت الوزارة إلى استثمار هذه الأراضي بعقود ولكن ضمن شروط. إحنا ما هو الهدف من إطلاق؟ طيب. لأنه في شكوى أنه في أحد الأشخاص أنه استثمر بهي الأراضي وتم الاستثمار فيها وتعاقد مع يعني الجهة المعنية بوزارة الزراعة وحتى بالمحافظة المعنية وتم توقيع كل العقود ودفع الرسوم، وبالآخر أنه قالوا له لا أنت ما بتستثمر لأنه يمكن صاحب الأرض موجود أو لقينا صاحب الأرض. طيب هل هذا ضعف بالداتا الموجود عند الوزارة أو يعني شلون طلع صاحب الأرض وشلون عرضوها وشلون بيرجعوها بهي الطريقة؟ نحن النظام الهدف منه نظام الاستثمار أو مبادرة الاستثمار شو كان الهدف منها؟ هي المحافظة على الأراضي الزراعية. هناك أشجار مزروعة إذا ما انخدمت وإذا ما انقصفت بشكل صحيح سيتم تدميرها وسيتم قطعها، وهناك قطعيات في ناس عم تقطع لحتى تحطب وإلى آخره للتخريب. عمليا طلع نظام الاستثمار الهدف منه هو المحافظة على الأراضي الزراعية للوصول إلى تسليمها لصاحب الأرض، وبالتالي نحن نعلن أن نحن منقول أنه نحن بتاريخ كذا سنعلن استثمار الأرض، فعلى صاحبها يجي يستثمر بنفسه، إذا كان موجود فورا بياخذها. هلا أعلنت الأرض، أعلنت للأرض للاستثمار. طيب. إذا إجا بعد ما أعلنت للاستثمار ولو دفع المستثمر قيمة الاستثمار وإجا صاحب الأرض تعاد لصاحب الأرض. بس هذا ظلم للمستثمر، يعني هيك ما عاد في سحب. هذا ليس ظلم، هذا لأنه نحن الهدف من البرنامج هو إعادة أصحاب الأراضي إلى أراضيهم والحفاظ على الأراضي من التعدي من الغير. طيب سيادتك بركي ما إجا هذا صاحب الأرض ورد استثمر فيها وتركها وما استثمر فيها، سيعود هي أرضه. المواطن السوري ما بيترك أرضه، أولا هي أرضه وهي حقه، وبالتالي هو صاحب الأرض حق ويعاد قيمة الاستثمار للمستثمر إذا عاد صاحب الأرض. هلأ إذا كان طيب حاطي قيمة مستلزمات أيضا بياخدها. إذا أنا مستثمر ورحت بدي استثمر الأرض وعرضت ليها كل الجهات ووقعوا لي وإلى آخره وظهر فجأة صاحب الأرض، يعني هذا منطق هيك بيصير أنه بالاستثمار أنه نرجع له؟ طيب هذا يعني اليوم صار في عدم ثقة مع الجهات المعنية. لا مؤسسة عدم ثقة. أول شيء عم بينعدلوا كامل المبلغ للمستثمر، ثانيا إذا حاطت مستلزمات يلي إجا صاحب الأرض رح بيدفع له إياها لأنه صاحب الأرض هو حق صاحب الأرض. بكل الأحوال هذه المشكلة لم تظهر إلا عند عدد قليل جدا، لأنه نحن عم نعطي فترة طويلة على الناس دريت بهذا الأمر وبلشت ترجع. الناس عدد كبير من الأشخاص نتيجة ذلك رجعوا لأرضهم وهن عم يستثمروها، وهذا اللي بدها إياه الدولة. الحقيقة الدولة هدفها أو الحكومة هدفها أن يعود كل مواطن إلى أرضه. طيب. ليستثمر. أنا هذا السؤال بيقودني لسؤال آخر وهو موضوع مكافحة الفساد، وحضرتك يعني كان في إلك يعني عدة نقاط بوزارة الزراعة باستلامك بإقالة بعض المدراء مثلا أو يعني كشف حالات من الفساد وإلى آخره. اليوم هذا موضوع الفساد عند وزير الزراعة مهم لدرجة أنه اليوم أقال فيه عدة مدراء عامين مثلا وتحولوا إلى التحقيق، أو أنه صار فيه اليوم هذا التحويل إلى التحقيق هو كان ظلم لألون، ولا موضوع أنه فعلا كانوا مقصرين بعملهم خلال سنوات ماضية؟ ما بدي أذكر أسماء لأنه في يعني أكثر من 5-6 مدراء عامين تم إقالتهم وتنبيه بعض منهم ثم أقلتهم، يعني في عدة يعني سيناريوهات صارت. عمليا الفساد
ما بيتخبى بالأخير إلا ما ينكشف. ودائما ما في شكوى بتجي إلا يجب أن يحقق فيها. وزير الزراعة لا يأخذ القرار بشكل فردي، وإنما هناك مؤسسات حكومية، رقابة داخلية، هيئة مركزية للرقابة والتفتيش، عندهم مهامهم، هن قادرين على القيام بهذه المهمة ومعرفة من هو المسيء وتحديد طريقة العقوبة وشكلها. وبالتالي نحن دورنا من خلال جولاتنا الميدانية، يلي هي الحقيقة خلال الجولات الميدانية معظم أشكال الفساد اللي كشفناها خلال جولاتنا الميدانية من خلال التدقيق المكتبي والميداني المباشر مع الأشخاص، وأنت بتشوف حالة ترهل، حالة فساد، حالة كذا، مؤسسة طويلة عريضة ما فيها إنتاج، في شيء واضح، في شيء بيبين عندك مؤشرات إنتاجية. نحن دائما وقت بيكون في عندك مؤشرات إنتاجية ودائما عندهم منك شيء مخطط ومنفذ، وبعدين المشاهدة العين، وبعدين الخبرة، وبعدين كلياته هذا موجود. وبالتالي نستطيع انه نحن من خلال المفاصل يلي منزورها نستطيع انه نحط ايدنا على الفساد ونعرف وين موجود، ثم يحال الى التحقيق والتدقيق لمعرفة من هم الشركاء، ما هي نسبة الخطأ، ما هي درجة العقوبة. وبالتالي هذا الفساد يتم وضبطه مباشرة ويتم اتخاذ الإجراء المناسب. بدي أسألك سؤال، يعني ضمن سياق الفساد أو ضمن الإهمال، إذا بدنا نقول، إذا ما يعني، لأنه القضايا هي بتتحقق فيها قد بعدين يكون إهمال إداري مثلا. نعم. أنت أقلت مثلا مدير عام مؤسسة المباقر بعد تنبيهه مرة، رحت على المؤسسة ونبهت، بعد 3 شهور أقلته أو هيك، يعني بتذكر أنا السيناريو. اليوم إجا مدير جديد أو إدارة جديدة لمؤسسة المباقر، حسيت في هذا التحسن بمثلا هاي المؤسسة أو لا؟ يعني أنت اليوم بعد ما بتقيل هذا الشخص، هل بتضل يعني النظرة على هاي المؤسسة وبتراقبها وعملية التغيير حقيقية ولا لا؟ أكيد، لأنه نحن أول ما بيتغير أي مدير أو حتى من دون ما يتغير مدير، معلش، في أسلوب للإدارة دائما. وقت بتعرف أنت شو بدك، بتعرف لهم بدك توصل عمليا. كل زملائنا المدراء نحن بنقعد معهم بنقول نحن من المفروض، أنا شايف أنت مؤسستك لازم تمشي 1 2 3 لنصل لهذه الغاية. ونحن دائما أي توجيه أو أي سياسة أو أي خطة بتطلب الخطة، أنا أعطيني خطة عملك لحتى توصلني للهدف اللي أنا عم بقلك عليه، اللي أنا شايفه. وقت بيعطيني بربطه أنا بمستلزمات العمل، وفر له أدواته لحتى يشتغل، شو بدك أنا جاهز، أعطيني خطة عملك لحتى أعطيك مستلزماتك، بس أنت بدك تعطيني 1 2 3. هذا بيخضع بعد منا لمؤشرات أداء، هذه المؤشرات الأداء في إدارية وفي فنية، وهي المالية. العملية اللي احنا كان التقييم المالي مثلا هو الأساس، انه والله قديش ربحان يا سيد، مو موضوع قديش ربحان، انا اللي بيهمني شو حققت من معدل نمو، الكفاءات الإدارية، الصف الثاني شو ساويت فيه على مستوى المؤسسات نفسها. انا ما بيهمني تحقق لي بالأخير بس ربح، انا اللي بيهمني تحقق لي تحسن مواصفات أداء، تحسن لي معدلات نمو، تعطيني شيء جديد بالمؤسسة لحتى أنت تطوري مو بس إنتاج وإنتاجية على المستوى الإداري وعلى المستوى الفني وعلى المستوى الإنتاجي. وبالتالي أنا هذا الموضوع مراقب، موجود في عند مني لجان هي اللي بتدقق دائما. أنا بطالع لجان رقابية بشكل يعني بدون ترتيبات معينة لحتى تحصل على ما تريد. لأنه في حديث سيادة الوزير أنه بيصير أنه عادة وقت بيستلم وزير وزارة جديدة هيك متداول يعني عند الناس، بيقولوا لك أنه بس إجا وزير بده يجيب جماعته هيك، يعني هذا هلأ بوزارة الزراعة، وهي ملاحظة يعني بالإعلام، أنه لما اجيت على الوزاره ما شلت مدير فورا، يعني بعد في منهم بعد سنه ونص مثلا لحتى انشال، لانه هو العمل هو الاساس. وبعدين كل الناس جيده، ما حدا سيء، لكن هلا قد يكون انسان ما عنده قدره على اداره هذا الموضوع للحد اللي وصله لما يجب ان يصل اليه. فخلص يعني قد يكون في رجل اكفأ منه، ما في مشكله، بس هذا لا يعني انه فاسد. لأني يعني مو كل من اقيل أو هو فاسد، هو لا، مو شرط انه نحن لازم ما عم بينفذ الخطه المتبعه تماما، يعني لازم نغير الفكر. نحن انه واحد قاعد والله هذا منيح جيد، طيب جيد، بس هلا انا اذا جبت شخص اخر هل يستطيع ان يطور الانتاج او انتاجيه العمل في هذا المكان بشكل افضل؟ اذا كان الجواب نعم هو جيد ما اختلفنا، بس
يعني صار له فترة طويلة، وبنفس الوقت هناك من يطور العمل أكثر لأنه قد يكون عنده فكر تنموي. أخي أنا هالموقع جيد وعم يشتغل صح والله يعطيه العافية ما في مشكلة، لكن أنا هذا المكان يحتاج إلى فكر تنموي، لازم طوره باتجاه معين. في عندي هذا الشخص قادر أنه هي لأنه عنده خبرة بمكان معين، لأنه هو مرن، لأنه قادر على التشاركية أكثر مع الغير، هذا عنده فكر ابتكاري، هذا عنده منه رؤية لتطوير العمل وقادر على أنه يحقق لي هلأ رغبة وغاية، إيه ليش لا؟ فأنا بعتذر من هداك، وأنا أحد الأشخاص أحد المدراء قلت له والله أنت شخص أنت زلمة جيد كتير، بس إنه وأنت باحث جيد وخرجك بحوث، وكافأته وحطيت له سناء وقلت له بعتذر منك رجع على البحوث، ما في مشكلة هذا وضع إداري. نحن ونحن حتى الرقابة الداخلية يوم من الأيام إجاني شكوى على شخص، وتجاني حولته على التحقيق، عم إجا قال لي مدير الرقابة إنه والله تبين بأنه هذا الشخص أو أنثى كانت إنه هذه الإنسانة جيدة بعملها وكذا، نقترح حفظ الموضوع. كتبت له طيب ليش وقت واحد بخالي تكتب لي عقوبة 5% أو حسب من الراتب أو هي، طيب هلأ هي جيدة ليش ما اقترحت له مكافأة؟ حط له مكافأة قدر كذا. فمثل ما هذا بيتحقق هذا بيتكافأ، والناس يعني عم تشتغل كلها عم تشتغل صح، بس مو شرط أنت إنه إنسان والله إن شاء الله معناته هو سيء، لا، وإنما قد يكون هناك رجل آخر يستطيع أن يعطي العمل إنتاجي أفضل. الحقيقة انتهى يعني وقت البرنامج، وكان لازم يكون يعني لنا وقت أوسع مع سيادتك يعني كل ما شرحته عن موضوع الزراعة. في حابب شيء تختم فيه سيادة الوزير وأنا ما سألتك عنه؟ في كتير مواضيع هو لازم نطرحها، بس يعني أهم شيء هل هناك شيء لازم نحكي فيه؟ نحن الشيء اللي حابين نقوله إنه نحن أول شيء القطاع الزراعي هو قطاع تنمو، وبالتالي نحن الدولة والحكومة تعمل وفق منهجية واضحة إنه كل شيء نحن خططنا الزراعية محاصيلنا الاستراتيجية كلها اللي احنا مهتمين فيها ما زلنا، لكن هلأ عم نمشي بمبادرات أخرى اللي هي مبادرات تنمية مجتمعية نقدر نحقق غاية رئيسية، وهو أن يكون لدينا محاصيل استراتيجية على المستوى الكلي، لكن إن تدخلات جزئية على مستوى كل محافظة، لأن كل محافظة إلا مشاريع التنموية اللي تعتبر هي محاصيل الاستراتيجية اللي بترفع من كفاءتها الاقتصادي وبتحقق نمو للمحافظة وبتحقق بعد اقتصادي لكل محافظة. شكرا جزيلا، شكر المهندس حسان قطنة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، شكرا جزيلا لحضورك. شكرا لك. والشكر الأكبر لكم مشاهدينا، اليوم كان يعني اللقاء مع سيادة الوزير فيما يتعلق بالقطاع الزراعي ويعني شرح اليوم البعد التنموي للزراعة ومحاولة الحكومة بشكل كامل ووزارة الزراعة لترسيخ هذا البعد التنموي. يعني اليوم نحن مو بس عنا مشاكل، عنا أيضا بعد تنموي، وهذا مهم كتير مهم بموضوع الزراعة لمستقبل الأجيال ويعني المستقبل القريب إن شاء الله بسوريا. الزراعة لازم تحوز على الأهمية الكبرى في سوريا، إن كان على الصعيد الحكومي أو على الصعيد الشعبي. نتمنى النجاح لي يعني كل القطاعات المنتجة في سوريا، والرخاء أيضا للقطاع الزراعي بشكل عام، لأن سوريا بلد زراعي وسوف تبقى اليوم بهذا السياق حتى نستطيع أن نوصل للهدف المنشود. أشكركم جزيل الشكر على متابعكم، وهذه تحياتي وتحيات الفريق العامل. إلى اللقاء.